ما قال الجلسة المفتوحة بالمطلق غير دستورية. الغير دستوري هو متى في الجلسة المفتوحة؟ يا ما بعد أكد على الأعراف السابقة. لا لا هو أكد بناء على الأعراف. الجلسة المفتوحة القرار واضح يقول الجلسة المفتوحة بسبب تجاوزها للتوقيتات الدستورية مو الجلسة المفتوحة أولا بعدين أنتم عندكم خالد الراجي يقول دعاني رئيس الأمين العام ويجا يقول ما كلف لا 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 ل